حبايبي الحلوين، فيديو جديد بسيط رقيق، استنوني هرجع لكم في التفاصيل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو، كومنتات من كومنتات كل اللي تساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وهرجع لكم ونشتغل مع بعض الوردة الجميلة دي. رجعت لكم تاني. النهاردة هنعمل شكل جديد خالص بالصلصال اللي احنا برضو عملناه مع بعض في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يقدر يشوفه. وهنعمل النهاردة شكل حلو قوي وهيعجبكم، بسيط جدا. عايزة برضو زي كل فيديو اوريكم، بصوا الصلصال طالما شايلينه في كيس محتفظ بنعومته ازاي. طيب انا هعمل ايه؟ انا هاخد من اي لون يعجبني، هعمل كور قد بعض بالظبط. انا خدت مثلا 8 وحدات زي ما قلت لكم، بنكور في المنطقه بتاعت ايدينا ديت، هي اللي هتدينا الشكل المدور بشكل حلو وناعم. بصوا شايفين، هعملهم كلهم وبحاول على قد ما اقدر ان هم يبقوا قد بعض. انا الاجزاء اللي انا بعملها دي اللي هي الورق نفسه بتاع الوردة، العدد بقى اللي انتوا عايزينه حسب حجم الورقة الوردة بتاعتكم. انا كده خلصت، هبدأ امسك واحدة واحدة وابططها بايدي ازاي. ممكن نحط عليها برضو زي البلاستيك اللي انا حطاه ده ونضغط عليها، ممكن بايدينا يعني الدنيا سهلة، بس ممكن نحطها على ايدينا كده ونبططها باي طريقة بقى. هبدأ اخد واحدة منهم والفها زي الرول كده، بصوا اهي خلاص، واقفلها كويس من تحت. هجيب ورقة من الورق اللي انا عاملاه ده وهبدأ ان انا الزقها فيها من تحت بالشكل ده، من تحت بس. بصوا بمسكهم في بعض من تحت والف، واجيب واحدة تانية احط جزء على الورق اللي انا عملتها والجزء التاني كده، وابدأ الزقه من تحت، وهكذا لحد ما اخلص كل الورق اللي عندي. اتاكد ان كله ملزوق في بعضه كويس من ورا ومن تحت. اظبط بقى الورق بتاع الورده زي ما انا عايزه. شكلها عامل ازاي؟ ممكن نعمل لها كمان ورق اخضر، شكل بسيط برضو. هنعملها كده ونبططها، نشكلها تبقى بشكل الورقة. في
ممكن نجيب اي حاجه ونبدأ نعمل فيها. نثبتها فيها من تحت. نعمل واحدة كمان. كده خلصنا الوردة، بسيطة خالص، تقدروا تعملوها وتعملوها بكل الألوان اللي تعجبكم وكل الأحجام. تستخدموها مثلا في عمل جنينة زي ما تحبوا، أو ممكن تعملوا بيها زي صحبة وردة أو فازة مليانة ورود. ممكن أبقى أعمل لكم فيديوهات تانية بأشكال تانية للورود بإذن الله. برضو لو حابين اكتبوا لي في كومنت تحت الفيديو، او لو حابين اي فكرة تانية ممكن نعملها بالصلصال برضو اكتبولي. واللي ما شافش الفيديو الخاص بطريقة عمل الصلصال في البيت بطريقة امنة يشوف. دي اشكال عملوها اولادي، حبوا كده يلعبوا برضو بالصلصال اللي احنا عاملينه. عملوا باكت البطاطس بتاع ماك وشيش طاووق وبرجر، وده باكت بطاطس تاني برضو، وده كاتشب. يعني هم قعدوا يلعبوا كده، هم 9 سنين و7 سنين. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم، واستنوني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مستنيه كومنتاتكم اللي زي ما بقول لكم دايما 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 بتسعدني. اشوفكم على خير في فيديو جديد.